السلام عليكم ورحمة الله. الزفلاون مرحبا بكم. سكوب خبر يعني من مصادر موثوقة وخبر كان منتظر. السلطات الإسبانية تطرد 4 دبلوماسيين جزائريين كانوا يشتغلوا في المكتب العسكري. مهمتهم كانت التجسس على الجزائريين المقيمين في إسبانيا واللي فيهم يعني رائحة المعارضة، ومن هناك ينسقوا مع جماعة اللي راهم في فرنسا، المكتب تاع باريس. والتنسيق هذا تم في شهر مارس أو فيفري لما كانوا يحاولوا باش يختطفوني، ولما مشيت أنا لإسبانيا مدريد وأوهمتهم بلي راني وصلت وأنا كنت مغادر، أنا كنت مغادر إسبانيا وعملت لايف، كثير من إخواني تذكروا عملت لايف من مدريد وقلت بلي راني هذا وين وصلت. من غدوة باش لحقوا لي بيني كده اللي زي معدلين باش يخطفوني ومعدلين باش اللي كانوا بداوا قبل ما يوصل بيني كده داخل تاع باريس كان الكوموندو بن حسين فريد مشى يحوس عليا في فندق إبيس في فنادق حوالي المساحة اللي أنا كنت فيها عملت لايف، وكان يمشي بسيارة، شوفك الغابات، بسيارة فولكس فاجن شاران تاع السفارة، الماتريكول تاعها 14009. المخابرات الإسبانية كانوا يعسوا فيهم، كانوا على بالهم واش راهم يديروا، لأنهم حبوا ينسقوا مع الشرطة الإسبانية، ما على بالش باللي الأجهزة الإسبانية نسقوا ما بيناتهم، باش زعما يوقفوني ويسلموني ليهم. كانوا شاكين فيهم إنه تقدر تكون فيها عملية اغتيال، يعني الشرطة الإسبانية خبروا جهاز مكافحة الجاسوسة الإسباني وقعدوا يراقبوا فيه. ومن هي بدات مراقبة هذه العناصر، بداوا يراقبوا فيه، يعني هما اللي جابوا رواحهم، جابوا البلاد رواحهم، بقاو يراقبوا فيهم إلى غاية أمس. تم طرد 4 منهم بين قوسين دبلوماسيين وما عندهم ستاتش تاع دبلوماسي، لكن ماهمش دبلوماسيين، هما عسكر. منهم هذا بن حسين فريد اللي عنده رتبة رائد، وبقى واحد اسمه رحيم سناتيدو يروري بسيارة بيجو 407 تبع السفارة كذلك. وهذا لاتيدو ماهوش محطوط في القائمة تاع الدبلوماسية، محطوط شغل خدام، حاطينو شغل خدام، ما عندوش ستاتيو ديبلومات، لأنو سوز أوفيسيي ماهوش عارفين عندو ستاتيو. أما لي زوفيسيي تاعهم كلهم هذوما 4 تقريبا، يعني الجماعة اللي يخدموا في المكتب العسكري تم طردهم من طرف السلطات الإسبانية. وطبعا العصابة ما تتكلمش وتتستر وما تحتجش، المفروض يحتجوا على هذا. أنا هذا الشيء هو اللي راح يسمح لي يعني باش نستغله باش نرفع دعوة في إسبانيا ضد أحد العناصر اللي كان يلعب في دور معاهم، بالرغم إنه ماهوش عسكري، هو ولد قومي، ولد حركي، سمعت، هو لطفي نزار. لطفي نزار موقيف في برشلونة، وبما انه القضاء الفرنسي يتماطل، ونعرفوا كامل علاش راهو يتماطل،
قاعد يحقق بالشويه، بشويه بشويه. ما دام القضاء الفرنسي تماطل، القضاء الاسباني راح نحدد شخص على الاقل، اما يطرد ما يتم توقف، هو الجنس. نقدم للقضاء الاسباني الادله تاع مشاركه لطفي نزار في محاوله اغتيالي، ولكن هذا عندنا باش اتصل ديجا بمحامي في اسبانيا باش نمشي نعطيه الملف كامل ونرفعوا دعوة مباشرة سيتاسيون ديريكت عند وكيل الجمهورية في مدريد، ومن هناك بدا مدريد يجبدوا سيخونا من برشلونة. ولا هذا انا شيء راح نستغلو ومانيش طالبه، مانيش طالبه، ربي سبحانه جابهم في دركو على يقول منين جاك الخبر تاع الطرد هذايا وتحرك باش ترفع دعوه وكذا. انا كنت موضوع محاوله اغتيال في بلجيكا في فرنسا في اسبانيا، يعني شنو وين كان يحوسوا عليا؟ من الطبيعي انه يتم الاتصال بي من طرف الاجهزه الاسبانيه، هذا شيء طبيعي جدا، لانه وقفوا ناس اللي كانوا يحاولوا باش يختارين. كيما اتصلوا بي البلجيكيين، انا لما كنت في بلجيكا اتصلوا بي البلجيكيين، قال يا ربي ديجا الاولى كنا نهار 23 ديسمبر ناس تخمد روحها، انا داخل العماره وين كاري بيت، كاري ابارتمون باش نقيم فيه لمده معينه، على بالي بلي كنت مطالب في فرنسا من تعرف، كنت مطالب من تعرف ولا بحرام، هذا جهيد فيلاس وكذا. أنا داخل العمارة وجاني واحد قدم روحو من جهاز مكافحة الجوسسة في الأمن الداخلي في بلجيكا، دعاني باش نمشي نشربو قهوة ونحكي. من بعد لحقت وحدة زميلتو اللي هما يخدمو أونبيتون، حكينا عطيتهم كل التفاصيل. بعد ايامات نهار 4 جانفي تليفون يقول لي احنا لا ديفيزيون اونتي تيرورست تاع لا بوليس جوديسيير فيدرال، نجوك من لياج ماذا بينا باش تجي معنا باش نديرو معاك تحقيق. وهذا من جاو بروكسل وداوني، رحنا للياج وعملوا معايا تحقيق إلى غاية 11 تاع الليل، وعاودوا ردوني لبروكسل على 12 الوحدة، وقريب الوحدة دخلت بروكسل. ومن بعد الملف هما خملوا زادوا استجوبوا عبد القادر تيغا وكذا، وبعثوا الملف لفرنسا. فرنسا نهار 10 مارس كان محددين لي مؤكد عطوا لي من قبل، درنا موعد نهار 10 مارس، مشيت هضروا معايا، قال لي اسكو ترفع الشكوى؟ قلت له سي نورمال نرفع الشكوى. رفعت الشكوى ديالي لابريكاد اونتي تيرورست، حولوا الملف للنيابه القطب المتخصص في مكافحه الارهاب. دعوة تاعي الشكوى تاعي ترفعت ضد هما الشرطه الفرنسيه اللي داروا هذا، يعني كاسي عظيم، ضد اون اسوسياسيون دو مالفيتور تيروريست AMT. يعني كنت مش لي AMT، قال لي اسوسياسيون مالفيتور تيروريست، قلت له ما تكتبها لي اون ليتر اون اونتي. ومن بعد احنا اللي مرنا في سبتمبر مازال كان ماشي القضاء الفرنسي يتماطل، واذا بي اليوم انا يتم في اتصال بيا من طرف اسبان، لازم نمشي لمدريد ونرفع دعوى ليه، نوري لهم
انهم اغبياء، ما يعرفش حتى يدبروا عمليه خطف ولا اغتيال الى خارج الجزائر. الجزائر يديروها حقره جوت عدرا في الخارج ما يقدروش، حبوا زعما يجيبوها في ناس ما يعرفوش. انا اللي لعبت بيهم وانا اللي جريتهم، وهاكم تشوف وين راهي النتيجه اليوم. على كل حال بالنسبه لي طرد 4 دبلوماسيين من السفاره الجزائريه بمدريد هذا يثلج صدري ويريحني، ونزيد نكمل الدعوه. انا طبعا نفع الدعوه ضد هذايا بحسين فريد اللي على كل حال تم طرده، ولكن يقدروا يكملوا يتابعوه ما دام عندهم كل المعلومات عليه، وثلاثه اخرين ما عطاونيش اسماءاتهم. ولكن انا اللي محدد وعندي الادله هو لطفي نزار، عندي التسجيلات، عندي لي زيميل ديالو، يكفي باش يعني باين بلي السيد راهو كاين الجرد هذاك المنتن تاع لندن، هذاك راهو مطلوب في اسبانيا لانه نصب على جماعه صحاروه في لاس بالماس وعمل لهم شونتاج ووقفوه الشرطه، بيتوه ليلتين ومن بعد تلقوه يعني في حاله افراج مؤقت اهرب. ولكن هذاك قضيته مازالت من بعد الشغل مليح يطول كل شيء يجيب العقل. عرفتوا هذه ربي سبحانه وتعالى حتى انا خطاف الصباح يقول لي شحال واش كاين واش كاين. Hisham Abbas! Hisham Abbas!